مطلوب منا الآن هو أن نطرح، ولدينا العدد المركب 2 ناقص 3 آي، ومنه سنطرح 6 ناقص 18 آي. سأقوم أولا بالتخلص من الأقواس، ولدينا هنا مجموعة من الأجزاء الحقيقية والأجزاء الوهمية التي يمكن أن نجمعها مع بعضها. لدينا 2 ناقص 3 آي، وسنقوم بطرح هذه العبارة. للتخلص من الأقواس سنقوم بتوزيع الإشارة السالبة، أو بطريقة أخرى يمكن التفكير فيها، حيث يمكننا ضرب ناقص واحد بكل هذا. إذن يمكننا توزيع الإشارة السالبة ونضرب ناقص واحد ضرب ستة يساوي ناقص ستة. دعوني أقوم بذلك بلون مختلف. إذن ناقص ستة، ثم لدينا ناقص واحد ضرب ناقص 18 آي، فيكون الناتج موجب 18 آي، أي سالب ضرب سالب يساوي موجب. الآن سنجمع الأجزاء الحقيقية مع بعضها والأجزاء الوهمية مع بعضها. لدينا جزء حقيقي هنا 2 وناقص 6، إذن 2 ناقص 6. والآن سنجمع الأجزاء الوهمية. لدينا سالب، دعوني أستخدم لون مختلف. لدينا هنا ناقص 3 آي، إذن ناقص 3 آي، ثم لدينا 18 آي أو زائد 18 آي. وإذا قمنا بجمع الأجزاء الحقيقية 2 ناقص 6 يساوي ناقص 4، وجمع الأجزاء الوهمية فإذا كان لدي ناقص 3 من شيء ما وأضفت إليه 18 من الشيء نفسه، حسناً سيكون الناتج لدي 15. أو بطريقة أخرى، إذا كان لدي 18 من شيء وطرحت منه 3 سيتبقى لدي 15، ففي هذه الحالة سيكون هذا الشيء هو الجزء الوهمي I، أو هكذا سيكون الناتج 15 زائد 15 I. انتهينا.